ناخذ المثال التالي example 1 present worth analysis. بدنا نعمل تحليل بناء على ال present worth analysis for equal life بدائل لها نفس العمر. هاي عندك طبعا معطيك اللي هو عندك واحد بده يفتح مشروع بده يعتمد في الطاقة على حيختار هل حيعتمد على الطاقة الكهربائية الكتريك باور أو الطاقة الناتجة عن الغاز غاز باور أو الطاقة الشمسية السولار باور. طبعا في البداية كل مشروع في بريزنت اللي هو هاي اسمها فيرست كوست تسمى بريزنت هذا راح تكلفه 2500 هذه 3500 هذه 6000 اللي هي راح يدفعهن في البداية عن زمن صفر لكل وحدة إذا حسب المشروع. لأن في صيانة تكلفة تشغيل اللي هي بسمى annual operating cost هذه دائما بتكون annually يعني سنوية من ثاني سنة من بداية من عمل المشروع. يعني المشروع بدأ دفعت عليه من الصفر عند السنة الأولى يبدأ اللي هو تكلفة التشغيل. هذا راح أدفع عليه كل سنة على طول عمر المشروع 900 750. هذا بسموها الـ A تتكرر كل سنة. السالفج فاليو طبعا هذه تظهر دائما في آخر العمر لما ينتهي عمرها. قديش عمر هذه الآلة؟ خمس سنوات وببيعها. هلا بس تنتهي في السنة الخامسة بقدر أبيعها كسالفج فاليو اللي هي بتكون 200. هذه إلها 350 هذه 100. هذه الأعمار لاحظ كيف عمر كل واحدة 5 5 5 والريت اللي هي المينيمم أتراكتيف ريتين ريت اللي هي 10% اللي راح نعتمدها. هلا بنيجي نحسب البريزنت وورث لكل بديل ونختار مين البديل اللي بيكون اقل في السالب يعني اقل تكلفه. يلا the salvage value are considered negative cost so as positive sign proceed them. No. هاي خلي the present worth of machine is calculated and i 10% وزمن 5 سنوات. نيجي للمشروع الأول وهي E. هذه E هذه J هذه S حسب رموز هذا E J S E J S. أول واحد اللي هو electrical power ناقص 2500. ليش؟ لأنه هذه قلنا هذه B مدفوعة. هذه تكلفة سنوية أيضا الـ A ناقص 900 بحولها إلى B. B given A عند 10% و5. هلا زائد هذه ليش زائد؟ لأنه هذه مالها هذه أنا هتدخل علي في النهاية هذه هتدخل علي اللي هي الميتين سالفج لأنه إن هذه هتكون تمام 200. طبعا هذه موجودة على شكل F. خلنا أرسم لك اللي هو المخطط الزمني. هاي لو رسمنا المخطط هاي قلنا فرضا هذا المخطط تمام هاي 0 1 2 3 4 5. هانا في عندي دفعة قيمتها كم؟ 2500. وهنا السنة الأولى عندي الأوبريتنج قلنا أو كوست هذه سنويا على مدار طول المشروع 5 سنوات قيمتها 3500. وفي الأخير عندي اللي هي السالفج فاليو هذا الإف بتساوي 200 تمام. هذه A وهذه B. فهذول الأسفل تكلفة دائما التكلفة للأسفل إشارتها سالبة. الأعلى بيكون income هذه داخل علي بتكون إشارتها موجبة. عشان هيك بقول سالب 2500 خلاص هذه جاهزة B. الA راح أحولها إلى B. هذه الA بحولها إلى B. هنا بنقولها على 5 سنوات عند صفر وبتصير نقول سالب وبجمعها مع السالب. الF على مدار بنقولها إلى B اللي هو B given F إلى على مدار 5 سنوات. هيها وبالتالي ناقص 900 بي اي 10 في 5% هذه زائد 200 بي اف وهكذا احسبها بتطلع ناقص 5788. بنعيد نفس الخطوات مع الغاز نفس الشيء ناقص 3500 ناقص 700 اوكي في بي جيفن اي هيها 10 5 زائد 350 هي اللي هو السالفج فاليو هذه اف وبتطلع الجواب عندك ناقص 500. طبعا بتروح بتجيب هذول الفاكتور من الجداول اوكي. المشروع الثالث ناقص 6000
ناقص 500 او عفوا 50 اوكي نحولها ل A لانه هذه سنوية بنحولها الى B زائد 300 زائد بنحولها الى B زائد 100 وهذه ال 100 اللي هي السالفة الجانبية يطلع ناقص 6000 وسم. الان مين بدي اختار شوفي هذه قلنا الاقل واحد في السالب هذه ناقص 5700 ناقص 5900 6000 هذه نسيها هذه وهذه هذه الاقل اذا هذه اقل تكلفه تمام هذه اقل تكلفه اذا بختار هذا البديل the electric power machine is selected if its cost is lowest تمام هلا يتكلم عن اللي هو عن الأعمار المختلفة present worth alternative of different life وأنا قلت لك أنا when present worth method is used to compare alternative maturity exclusive يعني اللي بتكون هذه البدائل اللي مختلفة different life أنا لازم أحولها لازم تكون same number year and end of the same time وراح ينتهي لازم أوحدها بحيث تنتهي مع نفس الفترة الزمنية طبعا في هذه الحالة بنستخدم طريقة اللي هو ال LCM بسموها العامل المشترك الأصغر low LCM أوكي يعني for example alternative with expected life 2 إذا كان عندنا N 2 و N 3 لازم أوحدهن بحيث يصير 2 وبالتالي لاحظ هنا شو العامل المشترك اللي راح لازم يقيس أي وحدهن الستة إنه تكون الـ N تساوي 6 3 ضرب 2 و 2 ضرب 3 وبالتالي أبو الثلاثة هذا الآن حتى يصير 6 بدأ ضرب 2 بدأ ضعفه مرتين يعني أو مرة عفوا يعني ثلاثة ورد أضعفه مرة لكن الاثنين بدي أضعفه ثلاث مرات تمام مشان أوحد الزمن طبعا وبرضو ما يضبط معي إلا غير بالمعادلات تعالي أو بالمثال الآن هاي عندك برضو مشروعين بدي أسوي مشروع الآن بدي أروح أختار مكان المشروع أشوف مين اللي حينطيني أقل تكلفة location A و location B first cost حكينا هذه اسمها B تدفع عند زمن صفر annual cost هذه A هذه 3500 3500 deposit return هذا عائد راح يرجع علي اللي هو F معناته دائما هذا عائد هذا موجب حيكون في النهاية في نهاية السنة شوف هنا 1000 هنا 2000 اللايف لاحظ هنا 6 سنوات هنا 9 سنوات والفائدة معطيني إياها بقول لي اللي بدنا نشتغل عليها أتوقع إنها سيم المرحلة اللي تكلمنا أو هذه بجوز هاي 15% هاي وبالتالي ونيجي هنا ايش العامل المشترك بين هذول الاثنين شو الرقم اللي ممكن يقدر يضربه نضربه فيهن ويقسم لي يعني يعطيني حاصل القسمة يقبل القسمة على الاثنين هذولا ما في الا غير 18 لا 6 تقبل على 9 ولا 9 على 6 نيجي للي بعدها ضاعفها 12 لا 6 هي 18 اذا ال 18 الان تساوي 18 تقسيم 9 2 بضاعف هذا مرة 18 تقسم 6 3 بضاعف هذا 3 مرات وبالتالي لو تيجي هنا نشوف ارسم لك اللي هو الكاش فلو لو نرسم الكاش فلو لكل واحد فيهن للبديلين هاي اول واحد صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة
هذا الـ A. تمام؟ شوفي عليه first cost هاي عليه كم؟ 15,000. في عندي annual معناته يبدأ من السنة الأولى. وهذا قيمته الـ A تساوي كم؟ 3,500 دولار. وهذه الـ B. وفي عندي في الأخير اللي هي الـ 1000 هذه اللي في النهاية بتكون income. هذه الـ F 1000. تمام؟ نيجي للثاني. الثاني صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. هنا عندي دفعة كم قيمتها؟ 18,000. في عندي هنا 3,100 الـ A. هاي A على مدار 9 سنوات. هاي الـ A تساوي كم قيمتها؟ 3,100. وفي عندي F قيمتها 2,000. وهذا B. شايف كيف؟ اختلف الآن الكاش فلو. ما بقدر أشتغلها على هذا الحال، لازم في البداية أوحد الكاش فلو، وبالتالي لازم هذا أكرره مرة ثانية، وهذا أكرره 3 مرات، وبالتالي لاحظي هنا التكرار. البي الآن حتصير الصفر، هنا بتصير هنا الصفر، عند نهاية السادسة بتصير الصفر، فتظهر حركتين الآن، الحركة الألف لفوق والبي هذه الألف الخمستاشر ألف حتصير تحت تنزل، ونفس الشيء هنا، عند نهاية التاسعة بيبدأ الكاش الثاني، فبتكون هذه فوق 2000 وتحت 18,000، وبتتكرر مرة ثانية، والألف تتكرر في السنة 18، والمئة الألف بتتكرر في السنة 12 وفي السنة 18، تمام؟ خلينا نرسم الكاش فلو الجديد مشان تشوفيه بعد التعديل.